تخلد إلى النوم في دقيقتين وفقا للبحرية الأمريكية. عنوان آخر لهذا قد يكون كيف تغفو في رحلة بحرية، أو كيف تغفو بهدوء مع الاستعداد للإقلاع. لنضع المزاح جانبا، تقنية النوم البحرية هذه رائعة للغاية، لذلك تابع هذا الفيديو. هل تعاني من مشاكل في الخلود إلى النوم؟ هل تتقلب مراراً وتكراراً في الليل بينما يرفض عقلك الهدوء؟ النوم الليلي الجيد ضروري لصحة مثالية، لذلك إذا كنت أحد ملايين الأفراد في العالم الذين يعانون من اضطراب في النوم، أو كنت تريد أن تخلد إلى النوم بشكل أسرع، استمر في المشاهدة لتتعلم الحيلة من الجيش الأمريكي مباشرةً. ولا تنسى النقر على زر الاشتراك وتشغيل الإشعارات لتنضم إلينا على الجانب المشرق من الحياة. قد تساعدك معرفة مقدار النوم الذي تحتاجه على تحديد ما إذا كان روتين نومك جيد أو يحتاج إلى بعض التعديل. عادة ما ينام الرضع معظم اليوم حوالي 16 ساعة، وتطلب المراهقون حوالي 9 ساعات في اليوم، فيما يحتاج البالغون من 7 إلى 8 ساعات في اليوم. وفقاً لجمعية النوم الأمريكية، يعاني 50 إلى 70 مليون من البالغين الأمريكيين من اضطرابات النوم، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 20% من الأشخاص حول العالم يعانون من الحرمان من النوم. وهناك أكثر من 70 نوعاً مختلفاً من اضطرابات النوم، وأكثرها شيوعاً الأرق. النوم ضروري للحصول على نظام مناعة قوي ومكافحة الأمراض. إذا كنت تعاني من الأرق، قد تؤدي قلة النوم إلى خلل في توازن الهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وردات فعل أبطأ والعصبية ومشاكل الذاكرة، ما الذي نتحدث عنه؟ والاكتئاب وأخ الصداع. ووفقاً لمقالة على موقع ميديم، احتاجت مدرسة الطيران التابعة للبحرية الأمريكية من طياريها أن يتمكنوا من الخلود إلى النوم في أي حالة وفي أي وقت من اليوم. وأثبتت الطريقة التي ابتكروها نجاحها في 96% من الحالات بعد 6 أسابيع من تمرن الطيارين عليها. واو! وفيما يلي الخطوات الجسدية والعقلية التي ينبغي عليك اتباعها، ستستغرق من وقتك حوالي 1.5 دقيقة للقيام بها جميعاً. ستحرر الشد في أجزاء مختلفة من جسمك، واحداً تلو الآخر. وبعد إكمال الخطوات الخمس البسيطة، ستتمكن من الخلود إلى النوم في 120 ثانية التالية. الخطوة الأولى: استلقي على السرير مع وجهك موجهاً للأعلى. أرخي عضلات وجهك، بما في ذلك لسانك وفكك والعضلات حول عينيك. إذا أدركت أن لديك عبوساً، عليك التركيز على إرخاء المنطقة في وسط جبهتك. ينبغي أن تكون جبهتك سلسة تماماً. قد يبدو الأمر غريباً، ولكن أرح تماماً تجويف عينيك بالسماح له بالاسترخاء. الخطوة الثانية: اخفض كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن. سيساعدك هذا أيضاً على التمدد وتحرير الشد في رقبتك. بعد ذلك أرخي أعلى ذراعيك وأسفلها على جانب واحد، ثم جرب ذلك مع الذراع الأخرى. إذا كنت تواجه مشكلة في إرخاء ذراعيك، جرب شدها قليلاً ثم جعلها تسترخي. في النهاية أدرج يديك وأصابعك. الخطوة الثالثة: قم بالزفير وإرخاء صدرك، أشعر برئتيك تمتلئ بالهواء. الخطوة الرابعة: أرخي ساقيك. حرر الشد من فخذيك أولاً، ثم دع الاسترخاء ينزل إلى عضلات السمانة. أخيراً ركز على قدميك وكاحليك. الخطوة الخامسة: الآن وبعد أن استرخت عضلات جسمك، حان الوقت لتصفية ذهنك تماماً. يقترح مؤلف كتاب لويد باد وينتر تصور الصور التالية للمساعدة في تصفية أفكارك ومنع أي ملاهيات. الصورة رقم 1: تخيل نفسك مستلقياً على زورق في بحيرة هادئة، ولا يوجد سوى سماء زرقاء صافية فوقك. الصورة رقم 2: تخيل أنك تحتضن نفسك في أرجوحة شبكية مخملية سوداء في غرفة سوداء للغاية. إذا لم تعمل الصورتان الأولى والثانية معك، قل لنفسك: لا تفكر، لا تفكر،
لا تفكر مراراً وتكراراً لمدة 10 ثوان. هل تشعر بالنعاس الآن؟ هذه التقنية العسكرية مع لمسة إبداعية ستساعدك على النوم بشكل أسرع ولفترة أطول. هل يمكنك أن تتخيل أنه باستطاعتك الخلود إلى النوم بسرعة أينما كنت؟ أخذ غفوة عميقة بينما أطفالك يركضون حولك. الخلود إلى النوم على متن طائرة بعد يوم طويل من السفر، أو مجرد الذهاب إلى السرير دون أن يفكر عقلك في جميع الأعمال التي ينبغي عليك القيام بها في اليوم التالي، سيكون هذا بكل تأكيد مصدر راحة. ومع النوم الأفضل ستصبح جميع مهامك اليومية أسهل، ستشعر بنشاط أكثر وستتعامل مع التوتر بشكل أفضل، وستصبح لديك قدرة تحمل أكثر للقيام بالمهام الشاقة، وتبدأ أخيراً في رؤية الجانب المشرق من الحياة. جانب آخر عظيم من هذه التقنية هو السرير غير المطلوب. عندما تم تدريب الطيارين في هذا التمرين، فإنهم قاموا به أثناء الجلوس على الكرسي. في هذه التمارين وضعوا أقدامهم مسطحة على الأرض ووضعوا أيديهم على حضنهم وتركوها تسترخي. لذلك ينبغي أن تعمل هذه التقنية إذا كنت على متن طائرة أو حافلة أو قطار. لا تثبط عزيمتك إذا لم ترى نتائج على الفور. تذكر أنه توجب على الطيارين ممارسة هذا التمرين لستة أسابيع قبل أن يتمكنوا من إتقانه. إذا كنت تواجه وقتاً عصيباً في البداية، فإن نصائح الجيش الأمريكي حتى لا تتفوق عليه البحرية لديه المزيد من النصائح للخلود إلى النوم بسرعة. حاول أن تقلل من استهلاكك للكافيين حتى إذا كنت تعتقد أنك لست حساساً تجاهه. أبعد الملهيات مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز والهواتف المحمولة. اذهب إلى الفراش عندما تشعر بعلامة التعب الأولى دون تجاهل ما يطلبه جسمك منك، وتجنب الذهاب إلى الفراش إذا لم تكن متعباً، لأن التوجه إلى الفراش مبكراً للغاية قد يكون ضاراً ومحبطاً. ابدأ في الاسترخاء قبل ساعة على الأقل من وقت النوم. تجنب القيام بأنشطة ممتعة أو مرهقة للغاية. أخبرنا يا عضو الجانب المشرق، هل نجحت هذه التقنية معك؟ أخبرنا في قسم التعليقات، ولا تنسى منح هذا الفيديو إعجاباً ومشاركته مع أصدقائك، ونقر على خيار الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق.